اللي انت شايفه يعني خلى ميكالي يعني يغير شويه من، لو تفتكر حضرتك اول ما تولى المسؤوليه اداء المنتخب الاولمبي طبعا ما كانش عاجب حد في البدايه، لكن فوجئنا حتى لغايه المباريات او التصفيات المؤهله لبطوله افريقيا ما كانش فيه قناعه كبيره باداء اللاعبين يا كابتن يماني، لكن تحسن الأداء في النهائيات أو في البطولة، فإيه السبب من وجهة نظرك؟ لأن ده مدرب كبير ومدرب اشتغل على العامل النفسي كويس قوي، وبعد كده اشتغل على اللعيبه اللي معاه او على الباشا اللي معاه. هو ما غيرش كتير في خط اللعب بتاعته يعني او طريقه لعبنا، يعني ما عملش حاجه كامله يعني، حتى في تغييراته اللي هي بتبقى دايما في الماتشات بتحس ان هي زي بعض او نفس اللعيبه بتتغير، الا بس تغيير واحد عبد الرحمن اوجيرو أو عبد الرحمن بتاع لعيب محله اللي نزل في ماتش اللي فات وجاب كره في العارضه وكان بيهدد المرمى الخصم، بس تغيير تحس اللي هي زي ما هي. هو بيعتمد على لعيبه نص الملعب وعلى الثلاثه اللي قدام، عندك ابراهيم عادل واسامه فيصل وقطر، ففي لعيبه مميزه هم فعلا. انا شايف كلمه السر عند ابراهيم عادل، بس الراجل عموما مش عايز يعمل حاجه زياده للعيبه دي، يلعب على قد القماشه اللي عنده والمستوى اللي احنا بنشوفه دايما، يعني كرة عادية مش كرة صعبة ولا كرة معقدة، كرة سهلة سهلة سهلة. بس أنا شايف إن إحنا اللعيبة دي القماشة دي عندها أفضل من كده، يعني اللعيبة دي عندها أفضل من كده، بس إن شاء الله أشوف الماتش الجاي. ومحتاجين نعمل ماتشات ودية كتير بعد البطولة دي إن شاء الله، عشان اللعيبة دي اللي عندها تآلف وعندها تجانس أكتر ويظهروا بمظهر كويس في البطولة بتاعت باريس إن شاء الله الأولمبياد بإذن الله. كابتن يماني، يعني عدم تسجيل اي اهداف في مرمى المنتخب الاولمبي، كلين شيت، كلين شيت، ده راجع لتألق حمزه علاء حارس النادي الاهلي، ولا راجع لطريقه اللعب اللي بيعتمد عليها ميكالي؟ لا، احنا ندي حمزه علاء حقه بصراحه، حارس مرمى محترم ورقم 4 في النادي الاهلي، بس حارس مميز، تحس ان هو واقف واقف في حراس المرمى، يعني واثق من نفسه ومدي دافع كبير للعيبه ومدي ثقه للعيبه، لا تحسده. وطبعا طريقه لعب ميكال برضه ولا ميكيخيل زي ما قلت لك بيأمن، يعني هو مأمن قوي، يجيب الهدف مثلا بدري زي ماتش مثلا مالي، جبت هدف بتاع ابراهيم عادل في الاول بعد كده أمنت، الماتش اللي فات برضه بتاع غينيا نفس القصه، أمنت اللعب كله فيه تأمين. بس انا يعني انا اخذ عليه نقطه بس اللي فيه بساط كتير في العمق في القطع دي، بس المشكله. لما غير كده زي ما قلت لك حارس المرمى متميز جدا يعني، وان شاء الله يكمل بنفس المستوى ده ويبقى رقم واحد باذن الله. بس يعني حمزه علاء ممكن بعد تألقه هل تنصحه ان هو يستمر في النادي الاهلي في ظل وجود محمد الشناوي، في ظل وجود علي لطفي، في ظل وجود مصطفى شوبير، ولا ممكن يشوف له فرصه تانية تكون افيد ليه وافيد مثلا للنادي الاهلي؟ بص يا اسلام، والله اي حد بيلعب في النادي الاهلي ده شرف ليه، والنادي الاهلي نادي كبير اي حد بيلعب فيه، بس الفرصه هتبقى صعبه جدا بالنسبه له انه يلعب في وسط النجوم المتواجده دي حاليا، شناوي او علي او شوبير. فانا لو في مكانه بعد المستوى العالي اللي انا ظهرت بيه في البطوله دي، لو جالي عقد احتراف او جالي اي حاجه اروح على طول، ما استناش، وبعد كده ربنا يكرم بعد كده الفتره اللي بعديها لو عايز يرجع الاهلي تاني او يلعب في انديه كبيره. يعني الافضل ان هو يطلع حتى لو على سبيل الاعاره، يعني مشكله بس يطلع ويلعب، لان لاعب الكوره عموما حارس مرمى او لاعب عادي اللي هيفرق معاه اللعب كتير هو اللي هيجيبه، لما تفضل قاعد بره خالص ما تلعبش هتبعدك قوي عن مستواك الطبيعي او المستوى اللي انت عايز توصل له. كابتن محمد اليماني طبعا نجم الكره المصريه، وزي ما قلت لكم محمد اليماني ساهم مع منتخب مصر للناشئين بقيادة شوقي غريب في الحصول على أكبر إنجاز حققته الكرة المصرية، وهو برونزية العالم للناشئين في 2001. بشكرك طبعا محمد يماني.